تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصاية، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصاية الطويلة وخدت انت القصيرة عشان تلخمني؟ لا، عشان لو كنت اديتك الصغيرة كنت هتقولي اشمعنى انا اللي واخد الصغيرة، انا عارف النوعية دي كويس. طب معلش يا هاني، ممكن نبدل مع بعض عشان العصاية بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي، خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يا مستر. يا جماعة احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل يوم اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر، بس واحدة واحدة عليا، رجليها بتوجعني. يعني ايه قدامي؟ انا مش فاهم بس انتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ انا هعمل معاكوا ايه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش انت قلت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري فين؟ عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله. مين؟ انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله، مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول العيش في الدنيا، العيش في الدنيا. ايه ده؟ صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. مش من مسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك. ها يا سيف، فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، قام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس ياض انت وهو. عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في اللون الاسود. والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكوا كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثه بيت جدكوا كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم اسم. ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكوا. هو بصراحة مش بيت جدكوا، ده كان بيت جد جدكوا، وبعد كده كان في وقف، الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا، واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة، أنهي أوضة؟ أيوه، أول ما تخش الاسم كده هتلاقي الأوضة دي على إيدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعة. هتعمل إيه؟ هعسلكوا بقى الموضوع ده. ياض هتتحبس ياض. السلام عليكم يا دفعة. نعم يا سيدي. والنبي أنا كنت بدور على شغلانة وعايز أعرف مش عايزين أمناء شرطة؟ أنا أمين جدا وما أقربش لحاجة مش بتاعتي ولو على رقبتي. أنت شارب حاجة ولا إيه؟ لا يا عم، شارب إيه؟ خد، أنت عايز أنت تشرب سيجارة مثلا؟ خد، اتفضل.
ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة. يعني حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده في سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى في اوضة، الاوضة دي بتاعت ايه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصلا انا كنت بدور على حاجة جار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحة. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تانية ايه؟ لا الصراحة انا كان ليا مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تالتة ايه؟ طب الأوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه؟ لما اروح اعمل مصيبة وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. الو تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا ما بيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ايه بكلموني. احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا، انا عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. الله طالب بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا بردش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته انا جوع. تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز. حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني حرامي. ما امشي معاك حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني خد اسحبه. ابو ده بيلعب. هخش. استنى استنى، فين السندوتشات؟ اهي اسحبوا يا شويش. اسحبوا ايه؟ لا بلاش الحجز. ابو الدهب ابو الدهب ما تسيبنيش. ابو الدهب مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا حرامي المحامي يا جبان.